كلنا كأمهات بندرب ولادنا على الصيام وهم صغيرين، وعايزين نعرف إمتى الصيام يكون فرض عليهم وواجب مش مجرد تدريب. العبرة في صيام ولادنا مش بالسن، العبرة بأنهم يوصلوا لمرحلة البلوغ. مرحلة البلوغ لها علامات وبتختلف من ولد لولد ومن بنت لبنت. علامات البلوغ عند البنت منها نزول الدورة الشهرية، ومن علامات البلوغ عند الولد الاحتلام. ولادنا لما تحصل لهم العلامات دي يبقى الصيام واجب عليهم وفرض مش مجرد تدريب. يعني زي ما بنعود ولادنا على الصلاة وهم صغيرين مع إنها مش فرض عليهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. الصيام زي الصلاة، ندرب ولادنا عليه، لأن حب الخير عادة وحب الشر عادة. على كل أم إنها تعرف بنتها إنها خلال فترة الدورة الشهرية مش بتصوم، وإنه مطلوب منها إنها تقضي الأيام دي تاني بعد رمضان.